هون ابى كل واحد يعطيني جواب. وش تعرف هنا عن خرمة؟ انا والله ما ادري وين موقعها اصلا، مو هو صوتي أيه، ولكن الخرمة اكيد سمعت بها. رانيا عند رانيا، هي جنب رانيا، تبعد عن رانيا 90 كيلو، تبعد عن ظلم 90 كيلو، تبعد عن المويه 90 كيلو، تبعد عن التربه 90 كيلو. ترى هي في مثلث، في مثلث كلها سبعان النص اغلبها، يعني رانيا الخرمة هذه الاسبوع. انا جيت رانيا معها قبائل ثانيه الخرمة، معنا الاشراف ومعنا حاضر. كم تبعد عن رانيا؟ لكن في الاساس هي كم تبعد عن رانيا؟ 90 كيلو او الى 100 كيلو باتجاه الجنوب. اي رانيا اتجاه الجنوب صحيح. اي وانت جاي من الجنوب، رانيا بعدها 100 كيلو تجيك الخرمة. اذا جيت الخرمة فيه طال عمرك يسار تروح يم تربة، يمين ظلم، سيدة تروح المويه. هذا هو. ايش تعرفون عن الخرمة؟ ايش تتميز فيها وتشتهر فيها؟ تتميز وتشتهر فيها؟ ما اعرف ولا قد جيتها بحياتي، لكن اللي اعرفه انها هذا شو اسمه؟ انها لكم اسبوع بس. طيب في اشياء بذكرها بتصدمون منها. خرمة تتميز فيها، اول شيء تتميز فيه انها تملك اكبر محازة صيد في الشرق الاوسط. صيد؟ صيد. اي نوع الصيد؟ محازة الصيد. الان حطوا بعد ما حطوا المحازات المحمية، اي محمية محازة الملكية، حولوها الى ملكية. هي اكبر محمية في الشرق الاوسط. ما شاء الله. تبع الخرمة. الخرمة مسماه باسم اطلقوه عليها قبل تقريبا 3 سنوات، او بعد ما اكتشفوا فيها منجم الان يعتبر اكبر منجم ذهب في الشرق الاوسط. ما شاء الله تبارك الله. وش ذا؟ الدويحي، منجم الدويحي. هذا في الخرمه. الخرمه اكبر منجم ذهب في الشرق الاوسط، وسموه الخرمه مدينه الذهب. الان وانت جاي سواء من ظلم ولا من المويه ولا من تربه ولا من رنية، المدخل مرحبا بكم في مدينة الذهب. انا جيت في مدينة الذهب. انا جيت مقابلة اولى لقيت اللوحة استغربت، مدينة الذهب. الخرمة كانت تسمى بسلة الحجاز قديما. كيف؟ الحجاز مكة جدة، كان التمر، الفواكه، الخضار او الخضار بالاخص والتمر يجي من الخرمة، يسموها سلة الحجاز. يعني في ناس ما تدري ان الخرمة الان تملك شيئين تاريخيين، اللي هو المحمية، أكبر محمية صيد في الشرق الأوسط، ومنجم ذهب، أكبر منجم ذهب في الشرق الأوسط. يا ولد سموها بمدينة الذهب. والله ما توقعت. والآن الله يطول بعمره الأمير خالد الفيصل، كل فترة لازم يجي زيارة للخرمة. ليش؟ لأنها تملك أهمية كبيرة، وهي في موقع استراتيجي ترى، تجمع ما بين الحجاز يعني محافظات، وتكون فاصل، هي اصلا فاصل. حتى درسوا انه ان شاء الله راح يحطون في الخرمه مطار. الله بيكون بين الخرمه ورانيا، وقرر وجا في الخرمه وقرروا قرار الموقع. كم عدد سكانها؟ ووافق عليها الامير خالد الفيصل، وانه ان شاء الله راح يكون فيها مطار، لان لها اهميه كبيره بعد، بالذات بعد ما جاء منجم الذهب. إيه وصار اكبر منجم ذهب في الشرق الاوسط. كم عدد سكانها؟ واجد ترى، مو مليون؟ لا 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 لا، وين مليون؟ لا كثير كثير كثير. أكثر؟ لا لا، أقل أقل. إيه. مليون واجد. حنا خرج من 500 ألف. لا شوف، ما هو بكثافة سكانية كبيرة، بس إنها لها أهمية. يمكن أنا أتوقع وأنا ما أدري عن المعلومة ذي، لأن يعني أخاف أقول معلومة هي خطأ، لكن 100 ألف. 100 ألف قليل يا رجل. 100 ألف. لا لا، أكثر أكثر. لا. كم المراكز اللي تابع لها يا ابو تقريبا؟ مراكز قليل. مركز الغريف. الغريف طبعا هو اللي انا ولدت فيه ودرست فيه، يبعد عن الخرمه 40 كيلو. والغريف هذا معروف انه متميز في المزارع ومتميز في ماشي. انا طفولتي كلها في مزارع وفي. وش اقرب مطار لها؟ طايف. طايف. الطايف. كم تبعد عن طايف؟ 220 230 كيلو. يا اخي في شباب يوم حضرنا، انا كنت في رانيا قبل يوم قبل العيد، بعد العيد، خامس عيد تقريبا، كان في مطار قريب من رانيا. بيشة. مطار بيشة اقرب. بيشة طيب اقرب من رانيا؟ لا اقرب رانيا، بس احنا اقرب من الطائف. ايه طيب، دامكم فتحتوا محافظات وزي كذا، ايش تعرفون على الخرج؟ خرج
انا بعطيك معلومات تذهلون منها. شوف الخرج انا بشوف الخرج تتميز عن المحافظات الثانيه بحكم قربها من الرياض. لا فاكيد بيكون لها افضليه او ان بيكون لها، بس الخرمه موقعها بعيد يعني في مكان. صدقت طارف. صدقت صدقت بس الخرج عطنا افدنا. لا انا ما اتكلمك اقول لك عن انها، لا انا اتكلم انه فيها اشياء تستغرب انها ثروات مهمه، اشياء مهمه مهمه يعني. وعلى دول الخليج بعد تصدر ما شاء الله. الخرج يا ابو رباح هي مدينه صناعيه، هي اصلا مدينه ضار صناعيه، ثاني اكبر مدينه صناعيه، ثاني اكبر، ثاني اكبر مدينه، ثاني اكبر مدينه صناعيه الشرق الاوسط. لا لا في السعوديه، السعوديه احنا تعرف وصلنا الشرق الاوسط. ايش بعد؟ ايضا فيها الزراعه بعد، فيها الزراعه وفيها مزارع، مزارع كثيره هي في الخارج تقريبا. وفيها بعد تقريبا اللي انا عارفه انها مدينه اقتصاديه بعد. كيف مدينه اقتصاديه؟ لا لا ولا ما هي مدينه زراعيه اكيد، مدينه زراعيه الخرج تشتهر بالشيء هذا يعني. فعليا مدينه اعتبر ما انا نجيبها بالخرج مدينه التمور بعد. نعم ما شاء الله يعني فيها اكبر مزارع نخيل على مستوى المملكه.